جزاكم الله خيرا. هل الوصية التي يكتبها الإنسان قبل موته واجبة؟ وهل يجب على كل إنسان أن يكتب وصية لأهله؟ وماذا تتضمن هذه الوصية جزاكم الله خيرا؟ الوصية على قسمين، قسم الأول أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق والديون للناس، هذا أمر واجب. إذا كان عليه حقوق وديون للناس ليس فيها وثائق تثبتها فإنه يجب عليه أن يوصي بها، وكذلك إذا كان له ديون على الناس ليس فيها وثائق ثابتة فإنه أيضا يبينها ويوصي بها لئلا تضيع. هذه الوصية واجبة، أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق لئلا تضيع بعده. النوع الثاني وصية مستحبة، وهي أن يوصي بثلث ماله فأقل يخرج في أعمال البر من أجل أن يصل إليه ثوابه، فهذا مستحب. إذا كان ورثته أغنياء فإنه مستحب له أن يوصي، فإن كان ورثته فقراء فالأولى ألا يوصي بل يترك المال لهم، وله أجر على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكفهون الناس. يستحب لمن له مال ووارثه غني أن يوصي بالثلث فأقل في سبيل البر بعد وفاته، وليس هذا بواجب. وكذلك أن يوصي أولاده وإخوانه المسلمين بتقوى الله والاستمرار على الطاعة، ويوصي أهل بيته بذلك بعد وفاته، فهذا مستحب له، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما حضرت الوفاة، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية. فهذا من السنن المستحبة. نعم.